صحرات الزراعة وفي نهر رمضان أمر على وطنكم والمنجا والرمان والليلة من الإرشاد جاي عشانكو حقول كلامي في زرعكم ويكتر المحصول ودول يوماتي أمدا وهاتي علشان عليه ويصحى وبخاتي يصحى يا نايم يصحى يا نايم يا نايم يصحى والزرع زرعي والشغل على زرعي وأنا الأديب الذي بكتب الأشعار والرجل الدب مطرح ما تحب وانا بحب البصل والرز والقمح واصحى يا نايم يا نايم اصحى ماشي بسحر لقيت عبد القوي وبركات رايحين على المزرعه ومعاهم الادوات وسألتهم قالوا هنقلم النخلات وللأسف قلموا ولا عفروش كبريت ويعد هذا خطأ وحكاية مش نفعة واصحى يا نايم يا نايم اصحى تألم بدون تعفير يعني حدوث إصابات والسوسة راح تنجذب للريحة من الجروحات وتحط بيتها ومن بيتها تفقس اليرقات وتبقى جوه الجذوع جاية كده ورايحة واصحى يا نايم يا نايم اصحى وراح تشك من الإصابة ثقب في سيلان ومنه إفراز بينزل أشكال على ألوان ريحته كريا وراس النخلة فيها ميلان لو الإصابة قمية وتبان كده واضحة واصحى يا نايم يا نايم اصحى علشان كده خلي بالك يسمع علم الغيط بدل ما سوست النخل في النخل لما تزيط وتسيب نخيل البلد في الجاية والرايحة واصحى يا نايم يا نايم اصحى وحدي الرزاق رمضان كريم.